محمد، ما هي آخر التطورات لديك؟ صف لنا الأجواء، كيف هي الجلسة؟ هل رشح شيء عن هذه الجلسة؟ نعم، كما أكدنا في بداية حديثنا وفي منتصف النهار على أن الجلسة ستعقد ربما بعد ساعة أو ساعتين من التأجيل والتأخير بسبب النصاب القانوني، وبالفعل عقدت الجلسة قبل دقائق من الآن بحضور ما يزيد عن 183 نائب. العدد لربما ارتفع. أعلنت هيئة الرئاسة على أن الجلسة عقدت بحضور 183 نائب، ومضى المجلس بتقرير ومناقشة القراءة الثانية لقانون العطل، وأيضا تعديل قانون المفوضية أيضا كفقرة أولى وفقرة ثانية، وهو ينتقل إلى يعني الفقرة الأهم ومحور هذه الجلسة وهذا اليوم تحديدا، ألا وهي فقرة تحديد للمجلس النيابي، حضور نيابي كافي للمضي بجولة ثانية بعد انتهاء الجولة الأولى وتأكيد شرعيتها من قبل المحكمة الاتحادية. الآن يدخل في مرحلة التصويت في حال لم تكن هنالك تغيرات في المناخ السياسي النيابي. اليوم مجلس النواب يسير وفق جدول أعماله وعلى أساس السياقات التي وضعت من هيئة الرئاسة، وقبل البدء بمناقشة الفقرتين الأولى والثانية. نعم. الذي أشار فيه إلى تمديد الفصل التشريعي الحالي إلى 30 يوما. التمديد كان بعد آخر جلسة عقدت بقرار من هيئة الرئاسة، واليوم مجلس النواب صوت على هذا القرار كتمديد دستوري قانوني شرعي بشكل كامل، وفي هذا اليوم لربما سينتهي مجلس النواب من ملف رئيسه والتصويت عليه. هذا التمديد كان لأجل هذه الجلسة ولأجل هذا اليوم، بالتالي حسم المنصب مهم للغاية في هذه المرحلة تحت في بدء اليوم على أن المجلس سيمضي بعقد جلسته بحضور نيابي كامل النصاب، لكن التأجيل الذي حدث لنصف ساعة نصف ساعة بشكل رسمي والذي يعني امتد لأكثر من ساعة ونصف كان بسبب الاجتماعات التي دارت داخل الكتل السياسية هنا في مجلس النواب للتوصل إلى حلول معينة على النقاط الخلافية في بعض بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم. بالتالي عقدت الجلسة بشكل فعلي بحضور نيابي مكتمل النصاب، وانتهى المجلس من المادتين الأولى والثانية، وهو ينتقل الآن إلى المادة الثالثة والأهم، ألا وهي انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. ووردني الآن أن أعضاء مجلس النواب بالفعل توجهوا إلى القاعة الكبرى بعد استئناف الجلسة في القاعة الأخرى للمباشرة بإجراء انتخابات رئيس مجلس النواب. هذا ما ورد الآن، أعضاء مجلس النواب يتوجهون إلى القاعة الكبرى لغرض المباشرة بإجراء انتخاب رئيس مجلس النواب، أي بالفعل دخل المجلس في أجواء الانتخاب الفعلية. هنالك قاعتين، قاعة تجرى فيها هذه البروتوكولات الرسمية التي تكون فيها انتخابات لرئيس المجلس ولنائبيه، هي قاعة كبرى مخصصة لهكذا محفل. أما القاعة الأخرى فتكون فيها الجلسات الاعتيادية. عقد المجلس جلسته في القاعات في القاعة ذات الجلسات الاعتيادية، والآن يخلي الجلسة القاعة متوجه إلى القاعة الكبرى لاستئناف الفقرة الثالثة والمتخصصة بانتخاب رئيس جديد. القرار دام طويلا، ولربما سينتهي اليوم المجلس من هذا الملف، وهنالك ترجيحات. إن لم تكن هنالك أحد المرشحين فلربما يتجه المجلس إلى جولة ثالثة، لكن هذا الأمر لربما سيحسم اليوم، ووضع النواب احتمالا لأن تكون هنالك جولة ثالثة. طيب محمد، يعني فهمنا من كلامك أن المحكمة الاتحادية أعطت الشرعية لهذه الجلسة رغم تشكيك البعض في شرعيتها، هل من توضيح لهذه النقطة؟
فقط لو أعدت السؤال كان هنالك تقطيع. أشرت في سياق حديثك إلى أن المحكمة الاتحادية أعطت الشرعية لهذه الجلسة رغم تشكيك البعض في شرعيتها، هل من توضيح لهذه النقطة؟ نعم، كان هنالك اعتراض على الجولة الأولى التي عقدت في كانون الثاني الماضي ورفعت دعاوى إلى المحكمة الاتحادية، لكن المحكمة أكدت على شرعية الجولة، بالتالي المجلس سيدخل في جولة ثانية وليس في جولة أولى كبدء لانتخاب جديد. كان هنالك اعتراض ورفض هذا الاعتراض ورفضت جميع الدعاوى التي شككت في شرعيتها. كانت الجلسة بشرعية كاملة، يعني جاء فيها بعض اللغط وجاء فيها بعض الاعتراضات. كان هنالك ثلاث مرشحين بارزين الآن وهم شعلان الكريم، سالم العيساوي، محمود المشهداني في الجولة الأولى. بعد انسحاب شعلان الكريم يعني أصبح اليوم التنافس بين العيساوي والمشهداني وهم الأبرز اليوم في هذه الجلسة، وبالتالي كما تحدثت المجلس سيتجه صوب جولة ثانية وليس كجولة أولى في بدء تصويت جديد. هذا ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلس النواب، وهنالك احتمالية أيضا تحدث أعضاء آخرون في أن المجلس قد يكون يعني يتجه نحو جولة أولى، لكن هذه الاحتمالية بعيدة، وهو يسعى اليوم لإنهاء المنصب من جولة ثانية، خصوصا أن النائبين حصدا على أصوات تؤهلهما لأن يتنافسا من جديد في جولة ثانية. العيساوي تجاوز 95 صوتا، والمشهداني بالتحديد حصد 48 صوتا في الجولة الأولى، وهم اليوم في تنافس فيما بينهم، والتنافس ربما سيحسم هذا المنصب، وهم لكل منهما يعني قاعدة نيابية مصوتين ومؤيدين، لكن الإطار التنسيقي كون له ثقل في مجلس النواب يؤكد أو يشير إلى احتمال. نعم محمد، محمد فراس مراسلنا من مجلس النواب، نعتذر على هذا التقطيع في الصوت، سنعود إليك لإطلاعنا على آخر تطورات عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس البرلمان.